بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة تم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف في القضية المعروفة إعلاميا ومعروفة على مستوى مصر والعالم العربي كله، محمد عادل اللي قتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة. النهاردة تم تنفيذ الحكم، هنجيب لحضراتكم من خلال الفيديو البسيط ده لحظة تنفيذ الحكم ايه اللي قاله، وطبعا كان رد وتعليق والد نيرة أشرف بعد تنفيذ الحكم ايه، واخبار الجثمان موجود فين حاليا، وهل تم دفنه في مسقط رأسه ولا لا. كل التفاصيل الكاملة هتكون قصاد حضراتكم النهاردة، ولكن طبعا بدعوك انك تنزل حالا تدعي نيرة أشرف بالرحمة، وان ربنا يرحمها ويرحم جميع أمواتنا. طبعا الموضوع كان ابتدى في عام 2022 في شهر يونيو، زي الشهر اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، يعني من سنة تقريبا. الموضوع لما كان محمد عادل بيحب نيرة أشرف، ولكن حب من طرف واحد، وده زي ما هو قال، او يعني زي ما عرفنا من خلال وسائل الإعلام ومن خلال يعني اعترافاته في النيابة ومن خلال أهل نيرة أشرف، انه كان بيحبها ولكن هي دايما كانت بترفضه، كان بيتقدم لها ترفضه، يحاول يرتبط بيها ترفضه، وطبعا هو ما كانش حابب حاجة زي كده، يقول لها ان انا صرفت ورحت وجيت وعملت معاك وسويت، وفي الاخر انت عاوزة تسيبيني ويعني مش قبلاني خالص. علشان كده قرر انه يتخلص منها، وطبعا كلنا شفنا الفيديو الشهير، الفيديو الصعب جدا اللي كان بيوضح الجريمة يعني الأصعب على مستوى العالم كله. يعني شفنا محمد عادل وهو بيطعنها بالسكين أمام بوابة توشكا في جامعة المنصورة، وطبعا الفيديو انتشر كالهشيم في النار على مستوى العالم كله، والموضوع كان ترند في وقتها. وطبعا تم إلقاء القبض على محمد عادل، والنائب العام في وقتها أمر بتحويله للمحاكمة الجنائية العاجلة، وبالفعل اتحول واتحكم عليه بالإعدام. كذا محامي كده حاول يتدخل في الموضوع علشان يعني يطلعوه مجنون شوية، مريض نفسي شوية، عنده حالة نفسية شوية، ولكن كل المحاولات دي بقت بالفشل. والنهاردة الساعة 5:30 الفجر تم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف. وبكده الآية الكريمة أو كلام ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيتنفذ وبنشوفه قصاد عينينا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ربنا يرحم نيرة وربنا يرحم جميع أمواتنا. طبعا محمد عادل النهاردة قبل ما يتحكم عليه نطق الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وطبعا بعد ما كمل الشهادتين تم تنفيذ حكم الإعدام. هوب نزل ساكت على طول، حولوه على المستشفى المنصورة الدولي علشان يتم تكفين وتغسيل الجثمان. وبالفعل وحاليا في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي، يعني بيجروا أو بيعملوا أعمال الغسل وأعمال التكفين علشان يسلموا الجثمان لأهله بعد كده، ويتم دفن محمد عادل أو جثمانه في مسقط رأسه في محافظة الغربية. وبكده يكون أسدل الستار نهائيا على الموضوع اللي كان يعني شاغل الرأي العام كله، مش هنقول بس في مصر، ولكن في مصر وفي الوطن العربي، بل في العالم كله، لأن فعلا القضية كانت صعبة وتفاصيلها غريبة والفيديو كان صعب. ربنا يرحم نيرة. وتعليق والد نيرة أشرف على الإعدام، قال إن هو مش فرحان بحاجة زي كده، ولكن ده تنفيذ حكم ربنا، وهو أكيد بنته فرحانة وارتاحت في تربتها بعد تنفيذ الحكم ده، ويعني ما قالش أي حاجة تاني، وقال إن ربنا يرحم بنته ويصبرهم على فراقها. وأخيرا خلينا أقول لحضراتكم إن هي دي عدالة ربنا اللي بنشوفها في الأرض، وطبعا هنشوفها في السماء يوم القيامة. هي دي العدالة اللي ربنا يعني اتكلم عنها في كتابه العزيز، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومن قتل يقتل، والكلام اللي حضراتكم عارفينه كله. عموما ربنا يرحم نيرة، يرحم محمد عادل، يرحم جميع أموات المسلمين جميعا. وخلينا أقول لحضراتكم إن الموت مفهوش شماتة، يعني الناس اللي فرحانة أو شمتانة في محمد عادل إنه اتقتل واتحكم عليه بالإعدام زي ما عمل في نيرة أشرف اتعمل فيه كده، مفيش مشكلة، ده حق ربنا ودي عدالة. ولكن الموت والإعدام والحاجات اللي زي كده مفيهاش شماتة، ممكن تدعي لهم بالرحمة وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
نزيلا، وما تنساش تنزل تدعي لهم في التعليقات وتدعي لجميع امواتنا، وما تنساش تعمل شير في الحلقة دي في كل مكان علشان الناس تعرف تفاصيل ولحظة الحكم بالإعدام أو تنفيذ الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف. شكرا ليكم، سلام.